عسلامة صحة شريف بدكم، مرحبا بكم في عدد جديد من في الصندي، المقهى السياسي الشهري اللي تنظمه الفونداسيون فريدري شيبرت بالتعاون مع المسرح الوطني. اليوم باش نحكيو على موضوع الشعبوية، كلمة سمعتوها برشا، تتقال برشا سورتو في الحوارات السياسية، وبرشا محللين اليوم يراو أنه وقتنا توا هو عصر الشعبوية بامتياز. اللي صار في الانتخابات الأمريكية الأخيرة، اللي قاعد يصير في برشا بلدان أوروبية، صعود التيارات اليمينية وصعود برشا حركات أخرى، يراو برشا من المتابعين الشأن السياسي أنها كلها تنضوي تحت لواء الشعبوية. لكن في نفس الوقت شنية الشعبوية هذه، خاصة كي نحكيوا على حركات سياسية بعيدة برشا على بعضها. حاجة أخرى، الشعبوية ولات تهمة سهلة أي سياسي ينجم ينعت بها خصمه ولا معارضه باش يسكتوا وإلا باش يطيحلوا المصداقية متاعه. في تونس عنا حركات سياسية ماشية وتطلع خاصة السناء، وحركات برزة جديدة كيف كيف زادة يتم نعتها بالشعبوية، وقاعدين نقولوا أنه المشترك بين هذوما كل هو أنهم يشتركوا في الصفة هذه اللي هي ماهيش تصنيف سياسي لكنها أكثر توصيف للخطاب متاعهم. باش نحاولوا نفهموا شنية الشعبوية بالضبط، شنية الحركات اللي نجموا نقولوا عليها ربما شعبوية في تونس، والأهم من هذا كله، هل أن الشعبوية هي مرحلة ظرفية، مسار إجباري يلزمنا نتعدي به تو، وإلا جوست ظاهرة صوتية بجي وتتعدى على روحها، وإلا باش تقعد، خاصة اللي نحن ماكم تعرفوا انتقال ديمقراطي ما زلنا ندجو. دونك باش نحكيو في موضوع معنا سي حمادي رديسي، مرحبا بك سي حمادي. مرحبا. سي حمادي رديسي بوليتولوج وكاتب نورمالمون تعرفوه. مدام فتحية السعيدي مرحبا، أهلا وسهلا. مدام فتحية سوسيولوج وإعلامية زادة. سي صاحبي الخلفاوي مرحبا، صحة شريبتك، بوليتولوج كنت معنا عمنا والزادة كحكينا في الأنظمة السياسية والانتخابية. حسين عيادي أهلا وسهلا مرحبا، حسين عيادي صحفي سياسي في جريدة المغرب. دونك باش نحاولوا ناخذوا رأيكم، وخلينا نبداو توت سويت مع سي حمادي. الشعبوية ظهرت في المفهوم غامض لأنه متعدد الدلالات. الدراسات اللي أنا على الأقل نعرفها كما ميلار ذي كسك البوبوليزم وغيرها من الدراسات، هنالك بعض الخصائص التي بها هي أننا نعرف فما حركة أو وسيلة عمل شعوبية أم لا. العنصر الأول هو أن الشعبوية ضد النخب، تلعب ورقة الشعب ضد النخب. علاش النخب؟ النخب هو مفهوم ضرب القرن 19 جابو باريتو، وكان هو بديل للديمقراطية التمثيلية. راه الديمقراطية ماهيش الناس تنتخب ناس فقط، راه تنتخب نخب، والنخب هذيك هي اللي تدير مجتمع، وخلافا يتصوروا الناس والشعب يحكموا صحيح فما نخب تحكم. هذا كان الطرح نتاع النخبوي، الشعوب لها تحتاج الى قيادات، والقيادات هذيك هي اللي تقودها، مكونه من ناس سياسيين محترفين واخصائي معرفه واخصائي سياسه واقتصاد وغير ذلك. ظهر بالكاشف انه النخب هذه اليوم هذه الانتقادات الموجهه لها، وعلاش ظهر صعود الشعوب الشعبويه، هو انه النخب هذه نخب معناها فاسده بعيده عن الشعب، ما عندهاش ريسي ناراتيف معناها رومانسي تجلب به الشعب، ما عندها حتى علاقه، تتصارع من اجل المصارعه في السياسه من اجل المواقع، وبالتالي الشعب تعد عنها وضر. هنا دخلوا الشعبويين. الشعبويين هم الناس يعتبروا نفسهم ما عندهمش علاقه، وهذه الخاصه الثانيه، ما عندهمش علاقه بالمؤسسات التمثيليه، بل هم يمشوا مباشره للشعب. انتم ربما ما تعرفوش، اما مودي رئيس الهند اللي هو وقع انتخابه للمره الثانيه باغلبيه مطلقه اكثر من اللي كان يتصور، عمرها ما صارت له، عمره ما الانترفيو، عمره ما عمل حتى انترفيو، يكلم مباشره الشعب مره في الشهر 10 في الاذاعه أكهو، ما نحكيش معاكم. دوك يعدي خطاب. ما خد حتى واحد يتكلم، يسميها سيلفي خطاب، يخطب له يحكي بالروح. معناها هذه الظواهر ايش معناها؟ أنه المؤسسات الوسيطة، الميديا والمؤسسات التعديلية والمؤسسات المراقبة والوساطة لا تلعب، ما يتجاوزوها. دونك في العلاقة مباشرة بين القائد الرمز سي اون بو دير سا والشعب، ما فما حتى وسيط بيناتهم.
مش وسيط. وحتى التكوين نتاع الحزب السياسي وكل شيء غير ضروري. شفناه مع ماكرون، شفناه مع ام ما نعرفش كان تعرفوا ام ام 5 هذا نتاع شينكويستيلي اي نتاع نتاع اسمه الراجل لا الموفمون شينكويستيلي شينكويستيلي لي 5 اتوال الخمسه نجوم في ايطاليا شينكويستيلي هذا مبداهم لا حزب ولا برنامج ولا اجتماعات يحكي نجتمعوا معاش نحكي مع بعضنا من بعض ولا اي ريزو. وعندهم وصلوا الى كانوا 30% وتو 15% من طرق ايضا السياسه تغيرت. دونك عندك الشعب النخب، الشعب ضد النخب، والشعب الحقيقي مش الشعب المزيف، والشعب ربما يكون شعب اثني اثني شعب بالطبع كما في الهند شعب اثني مهما حتى ممثل للمسلمين في الحزب هذا البي جي بي نتاع نتاع واحد. وربما تكون معناها حزب ديمقراطيه شعبويه وش معناها وليس لها اي علاقه بالديمقراطيه اللي نعرفوها احنا الكلاسيكيه. خلينا العنصر الثالث وانتهى. العنصر الثالث للحركات هذه هي ان حركات قومية ضد العولمة وضد الخارج ومن أجل مراقبة الحدود وضد العمال المهاجرين. وهذوما الثلاثة خصائص الكبرى لكل الحركات الشعبوية. ولكن هنالك بالطبع فما دي فارياسيون واختلافات نجم نحكي نتحدث فيها. دونك عندك أولا معاداة النخب، صلح لي كانت راه المصطلحات ماهيش وفيه لفكرك لفكرتك صلح لي. معاداة النخب. ثانيا العلاقه المباشره بين القائد والشعب. لا ولا داخله في معاداة النخب بالطبع. الثانيه المؤسسات الوسطيه والتعديليه للانستيتوسيون ريبريزنتاتيف تجاوزهم. اي دونك هذيك هي العلاقه مباشره بين القائد والشعب عبر لانه انتقاد للمؤسسه التمثيليه لازم تكون مش بالضروره قائد. لازم تكون حركه سياسيه مش بقائد ملهم بالضروره. واضح واضح. والثالثه القوميه به هذيكم هما او السياديه به. هذوما حسب رايك انت السمات مشتركه في الحركات الشعبويه الموجوده تو على الساحه وخاصه اللي طالعه في اوروبا. نعم. والحركات الشعبويه بصفه عامه. نعم بصفه عامه وخاصه بالطبع فما واحده تنجم فما شعبويه تسلطيه كما مادورو، وفما شعبويه ديمقراطيه اثنيه كما الهند، وفما احتجاجيه كما في فرنسا وفيما معني فما انواع. في فرنسا تحكي على الموفمون تاع لي جيلي جون معناها ولا حتى 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 شكرو في ميلونشان احتجاجي دونك بالنسبه لي كنت سي حمادي ما فماش تعريف للشعبويه لكن فما سمات مشتركه للحركات الشعبويه. بالضبط تري بيان. مدام فتحيه السعيدي يهمني رايك، راي عالمه الاجتماع فيما يخص معنى التعبير الشعبويه كتعبيره اجتماعيه ربما على خاطر خاصه وانه الناس اللي يتوجه لهم النقد على اساس الشعبويه نتاعهم يدعيوا انهم ينطلقوا من الشعب واللي هما قراب برشا من الشعب واللي هما ربما خرجوا منه، هذاك علاش ينجموا يخدموه الى اخره. دول الكلام اللي كان يقول فيه سي حمادي. سامحني فما زاد نورمالمون بالتوازي مع معاداة النخب فما نوع من تقديس الشعب بالطبع. ولا انا غلط بالطبع. دونك في نفس الوقت الشعب الحقيقي سامحني مدام فتحي شنو هي النوسيون هذه نتاع الشعب الحقيقي والشعب المزيف معناه؟ الشعب الحقيقي هو مش الشعب الذي غير معناها وقع لم يقع غير متسيس خلافا الشعب المزيف والذي ينضوي تحت القيادات الكلاسيكيه. لو فيريتابل بوبل سي ان كونسيبت اي هذاك علاش قلت لك فسرنا الكونسيبت مفهوم معناها يعني كيما كيما لو فرون ناسيونال مثلا يحكيو بها يقولوا لي فري جون نو سوم بروش دي فري جون دي فري جون لي فري فرونسي اي لي فري فرونسي قولوا شنو فرنسا عنده جنسيه شنو اخرينا ميد ان شاينا سي تميت معناها خرافه للشعب الحقيقي الشعب الشعب الحقيقي والشعب المبرح بالضبط والذي هو يكون ولا صافي اي ويمثل الامه التونسيه ولا يمثل الامه الفرنسويه الامريكانيه يعني
سيت ان كونسيبت سي با يعني فهم معناها فما جانب من العنصريه شعب المواطنين طبعا شعب المواطنين يزيدوا حراك ولا شعب حراك مواطنين ولا شعوبين شعب هوي كيفاه عاودها بالرالونتي هو الشعب نورمال مو مجموعه مواطنين كي تزيدوا الحراك ولي شعب هوي شعب هوي فوالا به ميرسي بوكو سي حماد يعطيك الصحه مدام فتحي الشعب شنو العلاقه بين الشعب والشعبوي اللي كان يحكي فيه حمادي تويكا يحكي انطلق معناها من التعريف نتاع ميلر اللي يقول بيدو انه الشعبويه هي معناها حركه معناها ديمقراطيه راديكاليه وكي نرجعوا معناها سي فغي ارتبطت معناها بالحركه القوميه وارتبطت بالفاشيه وارتبطت بالنازيه لكن كي نرجعوا للشعبويه كيفاش ظهرت كتيار سياسي راه ظهرت كتيار سياسي في 1870 مع حركه المزارعين في روسيا وبعدين زاد ظهرت في 1891 مع حزب حركه الشعب في امريكا واللي نظر لها بدا ينظر لها بالمليح هو لاكلو اللي هو فيلسوف معناها ارجنتيني كتب معناها زوز كتب الكتاب الاولاني معناها كتبه في 1977 واللي معناها انطلق من الحركات الاصلاحيه اللي موجوده غاديكا واللي بحاول انه هو معناها ستاع ماركسيست معناها يساري حاول انه يفهم الحركات اللي ظهرت في الفتره هذيك وحاول انه ينظر وبعدين في 1985 كتب كتاب اخر اللي هو الهيمنه والاستراتيجيه معناها الاشتراكيه واللي ينظر فيه للشعبويه وينظر على اساس انه الحركات معناها الاشتراكيه والا الشيوعيه فشلت ما عادش عندها كالدور الطليعي ويلزم تقرب من الشعب معناها المفهوم ظهر على أساس القرب من الشعب يلزم تقرب من الشعب باعتبار أنه اليسار الغير معناها مؤدلج نجمة تستوعبوا أن النيو الليبرالية وباش يوصلوا معناها للحكم يلزم يغيروا لأنه فما خطاب النخبة اللي هو خطاب معناها راقي يلزم اكتهبت معناها للناس هذا معناها بكيفاش معناها ظهر وبعدين نلقاو حتى أنوتخ سوسيولوج اللي هو تشالز اللي يعتبرها إديولوجيا الاستياء معناها الشعبويه هي شكل من اشكال ايديولوجيا الاستياء بدات بعد تظهر وتزيد معناها تتعمم وبنحيت انه معناها شنو مفهومها بيدو ادغار مورا يقول ما نجمش نعطيوها ان سونس معناها ما نجمش نعطوها مفهوم لانها متحوله متغيره عندها تعبيرات معناها متعدده لكن كي نرجعوا لهذايا اللي نظر لها خاطر بالنسبه لاكلو نظر للشعبويه ونظر لها على اساس انها منطق سياسي وانه السياسي ما هواش اللي ينتمي للنخبه وللبنيه الفوقيه لانه ينطلق معناها من تحليل ماركسي وانما هو يعبر على انطولوجيا الاجتماعي معناها على الشكل الذي يوجد به المجتمع ويزم يكون قريب معناها من المجتمع ويعبر على هواجسه الى غير ذلك تطورت المسائل هذه ولينا نشوفوا في برشا معناها تيارات برشا معناها برشا تنظيرات لكن ما نجم نقول بالنسبه لي ان الشعبويه موجوده عند اليسار كما موجوده عند اليمين عند اليمين في الحركات الفاشيه وفي الحركات معناها القوميه الاخرى ظهرت بطريقه اخرى واللي معناها الكتاب نتاعو لاكلو اللي هو ما بعد ماركس معناها هي عمل بمام قطيعه مع الفكر الماركسي ويقول لك يلزم ننزلوا معناها للشعب باش نجموا نغيروا ودايور كي تشوف انت استراتيجيه معناها استراتيجيه نتاع خطاب استراتيجيه نتاع منطوق معناها سياسي يمكن ان يصل الى الشعب ويعبر على الهواجس نتاعهم لغايات معناها لغايه التعبئه وربحت وقتها معناها في الفتره هذيك خاطر هو كان زاد مستشار للرئيس الارجنتي في تلك الارجنتيني في تلك الفتره وطلع ونجم يعمل تعبئه الى غير ذلك لكن اليوم معناها نشوفوا الاستعمالات نتاعها موجوده في كل معناها الاتجاهات موجوده معناها بشكل معناها كبير ولينا فيها العنصر بالنسبه لي نتاع الراديكاليه والا نتاع الصفويه زاد والا معناها الفاشيه انه لي فغي واحنا الصفيين والاخرين مزيفين الى غير ذلك وهذه اي والنازيه قامت على هذا قامت على هذاك معناها والفاشيه قامت على هذاك ولذلك معناها معناها الفاشيه والا النازيه زوز حركات معناها شعبويه معناها بامتياز اليوم في الساحه السياسيه أيوة بدينا معناها أيوة تظهر معناها وتطلع اكثر معناها المصطلح ولينا معناها نستعمله في كل شيء هو فما شعبويه بارتو معناها مشكل في الخطاب معناها السياسي في كل معناها المجالات نلقاو شعبويه باسم هذا القرب الى المجتمع هو نوع انت من انت كي تقول في المجالات الكل نلقاو شعبويه كيسكو فوز ابلي شعبويه شنو الحاجات اللي ترى فيها في المستويات الكل واللي انت تسميها شعبويه سي سامبل معناها اول شيء معناها بالنسبه لي نميز ما بين الشعبويه كتيار
كتيار سياسي الى اخره وكتيار معناها ما عادش معنا نجم نقول انه موجود ولا حاجه كيف ما عندوش لانكاج نتاعو تويكا. اما كي نقول انها موجوده في كل المجالات، موجوده في الخطاب السياسي، موجوده في الخطاب الاعلامي، موجوده في برشا حاجات باسم القرب الى الشعب، ولينا نستعملوا برشا مصطلحات معناها ولينا نستعملوا ما نسميوه في علم الاجتماع لو سونس كومون، الحس العام المشترك. والحس العام المشترك هو مجموع التمثلات الاجتماعية والتصورات اللي نحاول نسوقها من خلال الخطاب السياسي ولا من خلال الخطاب الإعلامي ولا حتى من خطاب من خلال ما نحبش ندخلها مع الخطاب الثقافي، ما معناها فما حتى في هذا معناها موجود اليوم. معناها كي تنجم نصنف يعني بالنسبة لي برشا معناها من الخطاب مثلا الثقافي اللي يمشي أنه يستعمل أكثر للعامية وباش يقرب إلى غير ذلك وما يحبش على اللغة العربية ولا على الفرنسوية ولا اللي هو معناها حاجات من نوع هذه اللي هي باسم هذا القرب نستعمل آليات جديدة معناها في الخطاب السياسي الإعلامي الثقافي اللي تحب أنت باش نستوعب أكثر ناس وإلا نعبأ بالنسبة للسياسي، بالنسبة للإعلامي باش يكون عندي تو دديمات معناها كبير، بالنسبة للثقافي باش يكون رواج الكتاب نتاعي إلى غير ذلك، نجم يكون كتاب فيه برشا مثلا كما نقولوا احنا ألفاظ نابية إلى غير ذلك للترويج. وإن كان راني مانيش ضد معناها معناها كتاب معناها يبدأ فيه ألفاظ معناها نابية ولا غيره، فما السنيين خدموا على هذا ومعناها معروف عندها فما عندها سونس وعندها معناها فيها مشحونه معناها نجم نقول الالفاظ هذيك مشحونه وتعبر، لكن هذا هو اللي توالي موجود. دونك فهمت بالنسبه لك انت اللي تسميه شعبويه في الخطاب الرائج سواء سياسي ولا اعلامي سي معناها هو وقت اللي انسان ينطلق من ركيزه انه يحب يقرب للشعب دونك يسمع هو استعمال اليات. هي شعبويه ظهرت هكاك، ظهرت على اساس انها القرب من الشعب، هاي نقرب من الشعب. وقلت لك مقبله انه فما شكون يعتبرها ايديولوجيا الاستياء، تعبر على حاله نتاع استياء. كي نربط شويه مع الكلام نتاع حمادي تويكا، حالات نتاع الاستياء من النخب ومن درشنو الى غير ذلك، تولي فما تقزيم معناها للنخب، تقزيم معناها الكل ما هو موجود، ورغم هما التعبيره الحقيقيه على الشعب وعلى هواسه، لكن الشعب راهو مفهوم هو بيدو متغير ومفهوم، يعنيش انه فما شعب واحد شعب معناها وقت واحد يقول نتكلم باسم الشعب، هو لا يمثل الشعب في نهايه المطاف، يمثل معناها فئه معينه ولا يمثل معناها مجموعه معينه. وفي نفس الوقت في التنظيرات معناها نتاع اللي قلت عليه ما نحبش نذكر ما نحبش نقول برشا اسماء نتاع دي سوسيولوج ولا دي فيلوزوف، فما شكون معناها يقول لك هذاك ما نربطهاش بطبقه معينه ولا بنيه طبقيه معينه انه ولا فئه معينه، هي شكل من اشكال الخطاب الاجتماعي السائد داخل المجتمع واللي يتم معناها اللجوء له لغايه معناها احداث معناها تغيير معين ولا ارباك معين. والحركات هذه والا التيارات هذه وقت ظهرت معناها انتي سيستم، وهذاك علاش اليوم نلقاوها ضد العولمه وضد انتي سيستم، ضد معناها النظام السائد ولا النظام القائم ولا النسق السياسي ولا تحب انت، معناها ديما تمشي فيغ معناها انها تعمل دي روبتور، تعمل دي روبتور بوغ سافيرمي. دونك باش نختم معاك جروسو مودو، هل انه قاعدين نحكيوا على حركات تنبع فعلا من الشعب وتعتبر واحده من نعم توا معناها اي خلينا نحكيوا على حركات شعبويه، هل انه هذيا حركات وافكار وخطاب ومفردات الى اخره نابعه بالحق من الشعب وهي وتمثل اقرب تعبيره ليه، والا هل انه هذيا خطاب يسوقوا فيه ما ليه على اساس انه قريب من الشعب ونابع من الشعب؟ هي مسوغات، هي مسوغات، حاجات تسوق باسم القرب للشعب، نسوقوا لهم اشياء اللي تنجم تعبر على هواجسهم. وهذا نشوفوه برشا في الحملات الانتخابيه، في الحملات الانتخابيه تكثر الشعبويه وتكثر معناها البناليزاسيون وتكثر كانه هكا السيد الزعيم والا القائد ولا المترشح هو راه باش يحل المشاكل نتاع الدنيا الكل، ما عنده حتى حل، مي تو سامبلومون معناها يلعب على المشاعر نتاع الناس باش يعبئ الناس وتتصور الناس المساله هذيك، تتصور انه هو باش يكون المنقذ ولا لغيره، ولكن هو ما عندوش لا بدائل ولا حتى شيء. وهوني معناها المفارقه وهوني معناها المشكل. المشكل انه للاسف الشديد انه فما ضعف نتاع ثقافه سياسيه وثقافه مدنيه داخل المجتمع، مثلا بالنسبه لي المجتمع التونسي وحتى من المجتمعات الغربيه هي بدها نفسها ماشيه في نفس الاتجاه، راهو الصعود اليمين ولا غيره بيدها معناها اللي انقص اللي معناها فين تنقص الثقافه ولا تنقص المعرفه ولا ينقص الوعي، تولي
فما معناها التكون نتاع هويات معناها فرديه وجماعيه وتولي فما معناها تقوقع على كل الهويات هذيك وتظهر ويقع افراز. واللي عندهم خبره ولا حنكه سياسيه ويحبوا معناها يوصلوا الى غير ذلك يلعبوا على هذا ويخلقوا هالهويات هذه كسوا هويه قوميه ولا هويه ما نعرف شنو معناها تنجم تكون معناها ولا اثنيه ولا اللي تحب انت. واحنا توني في تونس هوني معناها نجم نقول بون ما نجمش معناها فما الخطاب الديني بدوره شعبوي الخطاب القومي شعبوي المزايدات الى غير ذلك كلها تبدا معناها حول قضيه محوريه معينه وتبدا معناها تخرج ديزيليمون دو لانجاج وليزيليمون دو لانجاج هذوكم يوصلوا للناس خاطر تمسهم في عواطفهم. وهوني معناها الشعب ما عادش فاعل سياسي معناها بشكل مسبق هو مفعول به هو في المحصلة هو هذا الذي تم معناها التأثير عليه من خلال معناها الخطابات السياسية ما عادش معناها ماشيين أكثر في الانفعال وفي العقل أكثر منه من العقلانية. واضح ميرسي بوكو مدام فتحي. سي صاحبي ومن بعد حسين ماذا بيا ساعة طو نحط في روحي نحط روحي في بلاس مواطن يسمع فينا نحكيه من بكري يقول لك اي مي اون ميم تو كان فما سياسي باش يسمع الشعب ويعبر على هواجسه وعلى عواطفه وعلى افكاره الى اخره شن نحبوا نحن معناها ابريتو نحن نحبوا السياسي يتكلم علينا ويعبر على مشاكلنا هذا اللي طالبينه كيفاش نجموا نفسروا له؟ السؤال نتاعك هيثم تعدينا من سؤال شكون لعلاش؟ السؤال الاولاني قعدوا يحكيوا فيه الاساتذة من قبليك شكون؟ شنية الشعبوية هذية؟ طيب مش نتعداو علاش؟ قبل ما نتعدى جوفي جوست ابورتي توت بتيت نيونس على اللي تقال. لي تروا زوتور اون فوغ اليوم على البوبوليزم تسماو زوز منهم مولير ارنستو لوكلو فما مارغريت كانوفان. اختانا من مولير اللي بلوتو دون ان ايسي انا ظهر لي كاسكو لو بوبوليزم ظهر لي بوز بلوس دو كيستيون كي نابورت دو ريبونس هكا ظهر لي ما نعرفش. اما باش نقارن ما بين لوكلو وكانوفان لوكلو يحب يعمل تيوري دو لا دو بوبوليزم نظريه كامله كانوفان اتي بلوتو دون اون ابروش اكثر منها امبيريك ها هما لي ديفيرون تاع تجربه لي ديفيرون فينومين بوبوليست وشنو هما لي كاركتيرستيك المشتركين ما بيناتهم لخصهم سي حمادي ثلاثه هذوما كهم باش نزيد حويج عليهم لو بوبوليزم حتى كش المدة قصيرة ما فاتتش تعدتش برشا كان انتي كابيتاليستيك انتي كابيتال انتي ليبراليزم هذاك علاش نلقاو حتى عنده اون توندونس انتر غيومي سوسياليزونت هذا داخل في الكوتي انتي سيستيم في الداخل في الكوتي انتي سيستيم اليوم فما النيو بوبوليزم اللي كي غارد لي ميم زيليمون دو لانجاج اما المره هذه خلى الاسبي ايكونوميك محافظ عليه شوي ان بو بلوس دو بروتكسيونيزم اليوم ليكزامبل تيبيك يعني فادير الشعبويه قبلت اقتصاد السوق معناها تنجم تقول قبلت اوروبا داخله في تصوت قبلت الاتحاد الاوروبي بالطبع ما حتى واحد منهم بيطالب بالخروج من اوروبا اليوم دونالد ترامب الانجليز اللي خرجوا ديجا اليوم دونالد ترامب يدافع على الطبقات الفقيره والمساكن الامريكان وشنو هي الحل رونفورسي لو ليبراليزم ايكونوميك امريكان بالنسبه لي هذا الحل من بعد في وسط السيستم هذاك يسكر عليه ماهيش مشكله علاش جبت على الاسبي هذايا باش ندخلوا في علاش الشعبويه ومن بعد باش نربط بحاجه اخرى بالشعبويه في تونس خاطر حسب رايي اربع حركات شعبويه اساسيه في تونس زوز كلاسيك وزوز نيو حسب رايي بعد نحكيوا عليهم كان فما الوقت علاش اللي جبت على هذايا علاش الشعبويه كي نشوف انا تاريخ الشعبويه في صعودها الفينومينال صار في لي زاني 20 لي زاني 30 هزتنا للدوزيام غير مونديال ايطاليا تدخل الحرب العالميه الاولى تخرج كانها خاسرة هي ربحت في الحرب العالمية الأولى أما خرجت كانها خاسرة كانت معاملة على أثيوبيا ما خذتهاش المصروف اللي صرفته في الحرب ما خذت حد شيء كريز إيكونوميك شيجي موسوليني فاشيزم ألمانيا تخسر الحرب كريز إيكونوميك ريبوبليك دو فيمار مهلهلة دخلت الكريز 1933 عندنا هتلر اليوم لامونتي دو بوبوليزم في العالم قبل ما نخلطوا لتونس ماهيش بريئه من الازمه نتاع لي سبرايمز في 2008 ازمه اقتصاديه نتاع 2008 الازمه الماليه اليوم 2008 صارت
ماهيش صدفه انه اليوم صارت المونتي نتاع لي موفمون بوبوليست خلطه مخر تقول انت مربوطين ببعض كيف كيف اي تقريبا ماهمش بعض برشا ان توكا خذت بلوس دونفيرغور والبوبوليزم هذايا زادت تطور يعني تحب تقول الشعبويه تترعرع في عصر الازمات معناها ابسوليمون باش نربط بتونس شوي انا نعتقد انه التوانس عملنا اكسبلوا طياره على الاخر الازمات الازمه اللي خلطت لها الديمقراطيه الكلاسيكيه الغربيه الليبراليه التمثيليه سميها اللي تحب اللي هي تقريبا في الشكل الحالي نتاعها بعد الدوزيام غير مونديال تقريبا هو الازمه اللي خلطوا لها هم بعد 60 سنه 70 سنه خلطنا لها احنا في 8 سنين تعدينا من ديريكتومون من طور الديمقراطيه الناشئه للديمقراطيه الخارفه كي تخرف الديمقراطيه وكي تكبر تخرج الامراض هذه وانا من الناس اللي يعتبروا الشعبويه مرض بون مرض بتتر العوارض نتاع مرض اكثر منها مرض هي في حد ذاتها اعراض مرض اعراض مرض المرض شنو هي الازمه الاقتصاديه الاجتماعيه والسياسيه الازمه المشكله اللي السياسه ماهيش قادره انها ماهيش قاعده تجاوب على الازمه هذه بل ضعفتها بالضبط اليوم يصير تحول اجتماعي كبير في تونس 2011 سميه ثوره سميه اي تحول اجتماعي يظل حتى حد ما بشكل كلام تبدل شيء معنا الفازة اللي فصلت في 2011 النظام السياسي تبدل النخبة تبدلت نسبيا الساحة العالمية تبدلت الشعب مش برش هو بيدو والبرامج الاقتصادية هي نفسها ما تبدلتش حتى الإجراءات والإنجازات بكم هما بيدو هي كل عام يعودوا يعملون نفس المشروع يتحل ثلاث مرات اي طونك ما تبدلش النمط هذايا نتاع الانتاج الاقتصادي بالضروره بشكل ازمه اليوم لي ريبونس حسب رايي انا كيما في تونس كيما في العالم اجمع زوز انواع نتاع اجابات على الازمه هذه ازمه باثولوجيك اجابه باثولوجيك واجابه خلينا نقولوا انا بنراهيش باثولوجيك الباثولوجيك خلينا نحكيوا عليها مرضيه معناها اي المرضيه اي الأزمة هذية شنو هي نعملوا هما شكون هما المشكلة أنه السياسة بالصراعات اللي فيها الكل في تونس على الأقل اليوم أني با كونستريت سور لو نو اي لو او سور لا ديستانكسيون أمي إنمي سور لوبوزيسيون لا ألي بلوتو كونسيلياتريس بين شكون وشكون بين الناس الكل هنا بديت نضيع باه اليوم السياسة الفعل السياسي في البلاد اليوم إلي كونسيلياتور كلنا مع بعضنا لا ديستانكسيون ما بيننا احنا وهما بطريقة انستيتيوشناليزي في الساحة السياسية ماهيش قاعدة تصير معناها في مؤسسات الدولة تحب تقول في الساحة السياسية بصفة عامة في المؤسسات لا خاطر في الساحة السياسية نسمعوا ناس نحن وهما والإسلاميين والعلمانيين ولكن في الممارسة ولكن في الممارسة كلنا مع بعضنا اون ايت بلوتو دون لا كونسيلياسيون بلوتو تحكي على شو اسمها هي شو يسميوها التوافق اونتراتر فهمت والتوافق قلتها مرة أخرى نعاود نقولها إلي أنتي ديمقراطيك علاش إلي أنتي ديمقراطيك لخاطر ما يسمحش للناس باش يلقاو البديل في وسط المنظومة فين يمشيو يفركسوا على البديل من برا المنظومة اللي برا من المنظومة ما تساعدوش المنظومة دونك باش يضربها وقت باش يضربها المنظومة ماهوش باش يضرب الفاعلين اللي في وسطها لا لا باش يدقدق كل شيء الإطار والفاعلين دونك وقت اللي أون فيت الأحزاب أون فادير بلوز أو موا تفشل معنى الرسمية تفشل في قيادة البلاد ويبدأوا هما كلهم متفاهمين مع بعضهم بمعنى ما فماش أقطاب واضحة متاع هذوما يحكموا وهذوما معارضين إلى آخره الناس تولي تقول لك المشكلة منكم انتوما الكل على بعضكم وباش نلقاو حل لازمنا نسيبوا الأحزاب ونشوفوا حاجة أخرى البر بالضبط هذي اللي حاب تقول بالضبط هذا هو وأكثر من هكاية حتى احنا وهما اللي قاعد يصير في الخطاب الإعلامي مش قاعد يصير على برامج اقتصادية واجتماعية اليوم شنو هي الاجابات المطروحه في البلاد على مثلا مساله المؤسسات العموميه صندوق الدعم شنو نمط الانتاج في تونس على شنو قائم الاقتصاد التونسي الاجابات هذه ماهيش قاعده تخلق في الكليفاج نيسيسير ان في بوليتيك سير في السين بوليتيك الشعبويه لا تهتم بهذا جوستومون خاطر فيها ان اسبي كي اكسكلو لو بروغرام انتي بروغراماتيك اما نحكي شعبويه نوع اخر
على الاجابات اللي يتقدموا للناس اللي باش ما يخليوهمش يمشيو لل هذا هذا على الناس كي ما يلقاوش اجابات على الناس اجابات مختلفه. انا مع التفريط في المؤسسات العموميه نلقى شكون يمثلني، انا مع المحافظه على المؤسسات العموميه نلقى شكون يمثلني. كي كلهم كيف كيف الفيلم باش نمشي، باش نمشي لبرا من السيستم. وي اون فوا مشيت لبرا من السيستم تترعرع هالاسبي الشعبوي هذايا اللي مانيش باش نعاود نقول اللي يتقال انتي نخب. المشكل في تونس ما عندناش احزاب ضد النخب. اعطيني حزب ضد النخب. أربعة. شكون؟ أربعة تيارات سياسية. لا عندهم طرق، أنا فهمتك على شكون تحكي، أه. عندهم بعض جوانب من الشعب من الشعبوية، أما همش ضد النخب. ماهوش احنا كيفاش؟ قريت ما حتى سامحني، شكون تخابوا أنتم؟ تخابوا على شو اسمه؟ عبو؟ لا. عبو لا. برنامج لا. شكون؟ عبير موسي؟ لا. مش ضد النخب؟ سامحني. لا أنا خامم على هشام الحامدي على المؤتمر قبل ولا ممكن أي أنا فهميش لا فهميش وين البترول وكل هذيك. اما ماهوش اللي نتصوروا احنا طرق طرق شعبويه وما فماش احزاب شعبويه حقيقيه متفاهمين. حتى شعبات الاحزاب الشعبويه في تونس مزيفه، مش كان الطبقه السياسيه حتى الشعبويه مضروبه مضروبه هي الشعبويه اللي توندونسيال سي حمادي ولا مضروبه مش حقيقيه. خاطر الشعبويه زاد في تونس اللي توندونسيال واحد تخترق الساحه السياسيه كامله بالضبط. طرق عمل سوليمون اي معناتها تلقى طرف شعبويه عند كل واحد بالضبط. تلقاش واحد كملها المشكله للاخر. خلينا نعطيها اسبي اكثر أمبيري. شعبويه في تونس فرقوا على المناطق المهمه 2011 شكون 2011 شكون ربح في الانتخابات نتاع 2011؟ ثلاثه شعبويات، شعبويه اجتماعيه عروشيه قبليه العريضه الشعبيه، وشعبويه سياسيه سي بي ار، وشعبويه بون الي ان بو بوليتيك مي لاسبي برينسيبال فيها شعبويه دينيه حركه النهضه مفرقه. ما فماش شكون اللي هز ماخذ المونوبول نتاع الشعبويه. اما اليوم وقت اللي نشوف انا عيش تونسي بور نومي لي شوز كونكريتمون البرومير مزور النحي والامتيازات اللي عند السياسيين كان هذايا ماهوش شعبوية. تعريف نتاع الشعبويه زو شعبويه كما يقولوا الفرنسيس هذه هي الشعبويه. فما حاجه كي تريز امبورطونت لابسونس دو لاسبي بروغراماتيك عند عند التيارات الشعبويه. قيس سعيد اليوم شنو هي برنامجه في البلاد؟ شكون شنو هي كيس كيل بروبوز؟ اي بورتون في لي سونداج طالع اليوم نبيل القروي خاطر كيف كيف خارج من المنظومه وضد النظام نبيل القروي هاو في وسط المنظومه اما نيو بوبوليست ماخذ شويه من شنو هو النيو بوبوليست لاسبي ايكونوميك اللي قبل به اوكي داكوغ تطبيع مع الليبراليه والواحد واقتصاد السوق. وشنو هي برنامجه الاقتصادي والاجتماعي السياسي؟ بس موقفوا من المساواه في الارث ما فماش ولا ماكمش زويولا انتم ماكمش شعب حقيقي حقا يمشي فرق على الشعب ولا. الحقيقي دونك والشعب اللي وري فيه في التلفزه كل يوم شكونوا هذاك الشعب الحقيقي فوالا فوالا. وقال فاسون كعمل خطاء كي قدم الترشح نتاعو وقال الشعب راه رفض وقال لي زليت ما قالهاش بالعربي قال رفض لي زليت النخبة. لا عنده شعبويه عنده جانب من الشعبويه على فكره اما ما عندناش حركه شعبويه حقيقه معناها ناس يتحملوا مسؤولياتهم يعني يقولوا احنا رانا شعبويين ورانا عنا مباشر نتعاملوا مباشره مع الشعب وان المؤسسات الوسطيه هذه تاع الاتحاد والاتكاء ما لازمش نستعرب بها راه ولا كما يقولها لك حد في تونس نقول لك تشد الحكم المكرر هو في الاصل فما شكون راه احكي لك فماش ولكن المفاسدين الكل برا باش يحطوا بالحبس ما فماش حتى واحد ما يقولها. اليوم ما عندناش بيران ما عندناش عبد الناصر ما عندناش بجاد عندنا دمغجه صحيح عندنا دمغجه عندنا طرق تشويش عندنا طرق اما ما عندناش حركات معناها ملتزمه بالفكر بالروح ما نقولش ما عندناش ما عندناش تيار خاطر ما عندناش برنامج هو شرط من شروط الشعبويه انك ما تكونش عندك برنامج تدخل بشعارات وبخطاب عاطفي معناها تحب تقول سي حمادي حتى الشعبويه حفولناها على خاطر تو تحكي عليها تو ماهيش طيارات ما عملناهاش على قاعده كانوفان لا هذه شو اسمها المراه هذه شو اسمها عيش تونسي عيش تونسي ما عامله برنامج الكل يتاخر اعطيني برنامجك اللي جاي اعطيني برنامج ما عنديش برنامج انا الشعبوي ما عنديش برنامج
انا برنامجي باش نشد واحد نحطه وهذاك نحطه في الحبس وهذاك نحطه في هذاك. لا استنى سامحني مسكر حدود ديش وحب برنامج شبابي سامحني حتى تقولي هي قاعد تقولي هي زدمت بلاش برنامج و... عندها برنامج وقدمه حط فوز حط حط فوز لهنا وبش يجي ايش داخله حط لوجيك شعبويه حط بوز لهنا بوتيتر البرنامج اللي عملته هو جوستمون نيفو اخر في الشعبويه تحبوا نحكيوا على الكونسيبت منتنو تحبوا في كل شيء في تونس سميوه شعبويه واستعمل دغمجه وكل شيء تكذبوا والناس كل انا هذيك تسمى كل لغه سوقيه اما كنت تحب نقعدوا في الاطار السياسي الحقيقي لا عبير موسي ولا انا قبل ما نجي قريت البرنامج نتاع شو اسمه نتاع بالسي عبو فما حد شيء بالعكس حب انه خبوا برنامج اقتصادي وكل شيء يتبوربوا لهذا جاي برنامج مش هكا شعبوي حاجه اخرى اما نجمو نعملوا لو رابروشمون سي حمادي جوست مش كامل جوست اختم ربي بشعبي والحسين ما قال حتى كلمه كي باش نحكيوا على الكونسيبت على على الشعبوي يتكلم كل يوم في الجريده صافا على حسب ذي انا نروح زعما فرق ما بين بوبوليزم وديماغوجي اه شعبوي بجد كان كل يوم ديماغوجيا بيدها في شكل من الاشكال كان مدير ظلم اما كان فرق نجم نكون انا اكتر تراديسيونيل في وسط السيستم ونستعمل الديماغوجي sans être pour autant populiste اذا الفرق ما بين لا ديماغوجي ولا بوبوليزم انت بالنسبه لك باش تكون شعبوي لازمك تتوفر فيك يا جماعه لازم تتوفر فيك الصفات الثلاثة اللي ذكرتهم لنا من لو مش حتى أنا فسرتك مقبلة حتى طرق العمل وحتى التصور والخطاب وكل شيء مش كيف لازم تتبناها الكل أنا قومي وضد الهياكل وكل شيء سيتولي شعب موجود رهو قوميين وضد الهياكل تو بفين ولا بعض في الهياكل شعبه إلا عنده لا برنامج شو برنامج بريكسيت خارجين من اليونيو أوروبية ومن بعد ومن بعد ما يهمنيش شنو هو برنامج بورسا هذاك بورسالانو هذاك نتاع نتاع البرازيل السراق الكل باش يحطهم الحبس وباش يرجع البوليسيه والجهاز ما يمشيش حتى في عيش توصي فما باش يرجعوا شنو هو هز البوليسيه دونك يقولوا يقولوا شعبويين على قاعده الشعب مباشره يحكي مع الشعب يوفر له ريبروشمون بالاربعه بالليموسيون تلعب دور كبير ان يا با ان رابور راسيونيل على البوليتيك مش علاقه منطقيه عقلانيه المشاعر هي اللي علاقه نتاع مشاعر العاطفه وفيها زاد جانب نتاع المغامره انت جبت على كارت ميت قبيله اصدقاء اعداء انت عدو نتاعي انت باش نحطك في الحبس كي نقول لكم ما عندناش انا واحد يقول لك انا فايس تبين ما قالوش حطك في الحبس مش نعدمه كريمه عندنا حسين انت تتبع في الشان السياسي في تونس توا عندك سنين تكتب في مقال يومي في المغرب الى اخره الكلام اللي كنت تسمع فيه من عند الاساتذه والاستاذه وين ترى فيه معناها وين قاعد ترى فيه كونكريتمون يصير في الساحه السياسيه اليوم هو شوف من 2011 انت تشوف تقريبا نحكيوا على ما بعد الثوره والحركه الاجتماعيه والانتفاضه الاجتماعيه كما قال صاحبي سامي تحب نحكيوا على انه في تونس اصبح عندنا ساحه للفعل السياسي بين ظفرين انضج من قبل أو مهيئة اللي تعمل عمل سياسي من قبل كان نجم تسمى نضال سميش تحب لكن الفعل السياسي عرفته والفعل الحزبي ما كان غير السعي للوصول إلى السلطة دونك السعي للوصول توا عندنا عندك الفعل دونك من 2011 لنا شعبوية تحكي على العريضة الشعبية تحكي على أخبار العريضة اللي هي اسمه الأعضاء الثمانية الأخ اللي هترشح الرئاسية البحر الجلاسي قبل البحر الجلاسي كان ثم حركة أخرى تحكي على القومية التونسية وتحكي على قنطرة من تونس لإيطاليا و400 دينار تحكي على انه الشعبوي مفهوم الحركه وتيار سياسي شعبوي باين هكا يخرج يعطيك انا ما عنديش برنامج انا باش نشد في الحبس انا باش نسكر حدودي باش نعمل ما عندناش لكن عندنا الريحه بتاع شويه الشعبويه الديبراتيك بتاع الشعبويه هذوما ظهروا اكثر في بعد البريكزيت وبعد طلع دونالد ترامب دونك وبعد ماكرون بعد ما شافوا نوع من المويان كيفاش يوصلوه من السلطه دونك ظهرت اكثر في تونس الناس ولات تجري عليها دونك ظهرت اني عايش تونسي كان ثم ثلاث ولا اربع حركات باش تتاسس وبعد تراجعت اصحابها عندك نبيل عندك احزاب سياسيه قاعده تستخدم في نفس الاليات تحيه تونس نفسه يستخدم في نفس الاليات دونك هنا في الشعبويه تقول اليات شنو هي الاليات اللي تحكي عليها غير الشعبويه قائمه على الفيك نيوز قائمه على الفيك نيوز قائمه على هما ونحن قائمه على هذوك اعداء هذوك اعدائنا اعداء الوطن هذوك مش منا نحن مناش منهم هذا الشعب الحقيقي اللي يحكي لك عليه هذاك الشعب المزيف الشعب المزيف شكون يمثل تمثله طبقه سياسيه النخبه الاعلاميين الفنانين يمثلوا كل شخص
ما تقاسمش معاك البؤس اللي انت عايش فيها وما تقاسمش معاك التهميش خاطر ما ريتش تونس تحكي في الكلام هذا وانا ينجموا يحكيوا كلام اخر اتعس لما حالة اما الكلام هذا ما سمعتوش ما يحكيوش تحكي تونس ما قلت لك الاليات والخطاب اما في الاليات بتاع شوف انت الخطاب السلطه وضد السلطه القائد والمنقذ ونحن باش ننقذ من شنيا اي الشعبويه قائمه على اني باش نخلصك من المصير نخلصك من مصير التعيس دونالد ترامب كيطلع طلع ضد سيستم كامل في امريكا انه هو مخرج السيستم يعني امريكا سيستيم. وقت اللي طلعوا امريكا هو بده سيستم ولده معناه هو عرفتك ترجع معها شو اسمه اللي هي الوقت بالكومباني مخرج او مخرج جون بيبر ستيف بانون ستيف بانون بتاع بريت بارت نيوز شوف السيستم هو اللي خرج امريكا يعني السيستم كامل يخدم اما بمنطق اخر كون في تونس نحن نعاود هل ما عندناش حركه او تيار شعبوي قائم على كان يحكي فيه الاستاذ حمادي او حتى المدام فتحيه وصديقنا الصحبي ما عندناش تيار مهيكل او تيار يطلق على نفسه تيار شعبوي عندنا شعبويين توا يترافير من حركه النهضه 400 الف ومواطن الشغل حتى الحلول الوهميه والحلول الجنه وقت فما اقوى لما حاله من العبيد نسيت فما مره قالوا ما باش يقعد حتى نعملوا الاقتصاد الاسلامي ما يقعد, حتى بطال في تونس في حتى بطال وباش نوليو نحن دوله مسؤوله صفر بطاله اللي هي وضعيه كارثيه الاقتصاد اللي يحكي لك دونك تسمع في حديث معناها يعطيك وعود بالجنه وحتى في ايطاليا وحتى الحركات الشعبويه تطلع وقت ثم حاجه بالرفاه حاجه بالجنه وقت الشعوب تكون بزوان عندها تحب توصل عرفت شوف انت كي تحكيوا على ما بعد الحرب العالميه الاولى وضعيه ايطاليا والمانيا كيفاش على الوضع في امريكا البريكزيت علاش صار لانه حاله الاحباط حاله عرفت تردي لازم الاقتصاديه تعيش بريطانيا يحكي صاحبي على انه هذه من 2008 من لازم الاقتصاديه والفقاعات غيره دونك في 2008 شكون تحملت المسؤوليه نتاع اللازمه ما تحملهاش للناس الكل تم تحميلها للبورصه للمضاربين في البورصه للنخبه جزء معين فالتداعيات بدا الخطاب يتواصل الخطاب لنوصل مرحله كون النخبه هذه هي الشيطان الرجيم والشعب النخبة خانة الشعب هو الضحية وش تخرج من الشعب أبطال ديزيرو اللي هو ما عرفته بيدهم في ولد السيستم لكن عرفته ما كانت صنعة والخطاب جديد كونه مش يكون في ولد السيستم داخل السيستم يلقاش بلاصته دونك يخرج وينتقد السيستم عنده طموح يشد هو السلطة يعني يحكي لك على القروي يعني على حكاية غيره اثنين اللي يحكي عليه الصاحب زاد النيو شعبوية اللي يحكي عليهم يكوكليزم دونك شعبوية جديدة هذا بليزو موا أكثر من هكذا تعلقت حتى بأجهزة الدولة إنه ما عادش كان الاقتصاد بقات تحافظ عليها جهزة الدولة لأنه قبل كانت قائمة على أنك تهد وتعاود تبني اللي هو عملته النهضة مش نحط كل عرفت جماعة التطهير والاجتثاث والتسمع على 2011 وبعد نحب نحكي وقت على الأخ الهاشمي الحامدي والعريضة والبرنامج متاعه العظيم متاع سياقها بجفاف أنك تحكي عنه ما عندك هذا عنده شوي شعبوية في الحكاية اللي هو زاد صاحبي وضح أكثر قالك عندنا ثلاثة أنواع شعبوية سياسية هي السي بي ار والثورية المطلقة ونحن الناس نضاف البريون ضد الناس هذوم السراق والسراق هذوم بيدهم رو حتى الناس المعارضة رو بيدهم ولاد سيستم وسراق بهم هذا الخطاب اللي كان متواجه وقت للتجديد كان تذكر مليح والتجديد واللي هو كان معهم زاد في الخطاب هذا الأعضاء توجب الشعبي اللي هما بالأساس الوطد قبل ما يكون موحد والبوكت حزب العمال الشيوعي التونسي نفس الخطاب حتى الحركات اليسارية حركات شعبوية في مش حركة شعبية حركات تبني الآليات والخطاب الشعبي اللي هو سيماته تنجم ترجع في ليسونس بو يحددها لك سيماته انه سيماته تقوم تخاطب على العاطفه تلاعب الوقائع خلق اعداء وهميين استخدام عرفت الجرجون تاع الحرب بوكي ليسار كبش فداء ديما انت ما عندك كبش فداء نتاعك عرفت وعدو هذا موجود تلقاه لكن نعاود لك مره اخرى كونه ما عندناش حركه بالشجاعه اي نقولنا شعبويه الفئات اللي معناها شعبويه الناس الكل في تونس الناس الكل تقلد فيها ما حتى حد ما قدها على قاعده معناها فهمت ما عندوش حتى حد ما جاب الرساله ما يخاطر ما عندوش وجه وزاد هذا تنجم خاصيه الساحه السياسيه التونسيه وصحيح صح بيقول كونه نحن في 8 سنين عملنا معجزه في تاريخ البشرية كانوا ديمقراطية باش توصل لأمراضها اللي تعاني فيها أوروبا وأمريكا يحب لها سنوات نحن وصلنا في 8 سنين لكن نحن زاد في 8 سنين ما خلقناش طبقة سياسية واضحة ما خلقناش طبقة حزبية قاعدي ما عندناش هذوما كل ما هذوكم شنو نعمل بهم كي نحكيو على طبقة سياسية راهو طبقة سياسية في فورسوس بو كان أنا غالزي صلحولي هو شخص تقدم الانتخابات تراهن على الانتخابات ربح ولا خسر دونك جزء من العمل السياسي أنك تتراهن من أجل السلطة تعرض نفسك على الشائط على التصويت تعرض نفسك على منح الثقة وسلبة اللي هو نحن معناش على انتخابات شوف كيفاش تسيرت أغلبية مسيري الأحزاب واللي يحكم حتى الشاهد شوف الشاهد يحكم اليوم شوف الوزراء ما عرضش نفسه على الثقة
عندك معنى الاشكال وغير وغنوش يبغيه يعني طبقه سياسيه قاعده تتشكل. محمد رشح سياسي قاعد طبق صح سياسي قاعده تتشكل وقاعدين توقف في طبقه سياسيه. عندنا رجال احزاب عندنا حزبيين عندنا قيادات حزبيه سيبري بان تاسيس قديم عندك جديد غير موجود. لكن طبقه سياسيه بالمعنى الفعلي كلمة طبقة سياسية ورجال سياسة مازلنا يعني طبقة سياسية اشترها لم تمتحن تقول انت ما امتحنتش في طبقة سياسية. شوف هو الكتاب نعرضش روحها شوف في الديمقراطيات العريقة والتقليدية اللي هي تعاني في مشاكل. عندي صاحبي يقول مقسومة لزوز عندك المحترفين اللي ما قبل 14 جانفي وعندك فورماسيون اكسيليري بعد 14 جانفي. اوكي كل حالة الغش هي الأساسية اللي تم استناد لها في الحركات الشعبية. حالة الغش حاله الغش او الاحباط الايديولوجيا الاستياء البياس الاحباط ما نشوف شيء يتغير اللي يحكي فيه. معناها ثلاثه حكاو فيه ثلاثه ساده حكاو فيه فسروه مليح اللي هو كتشوف انت 8 سنين 2011 ولا تعس من هذا انه في 2011 رفعنا سقف التوقعات كاين على مثلا ما شبطال 400,000 تونس باش تولي عرفت سويسرا تونس باش تولي في تركيا واش تنقز النهضه وخبزه بالمية معناها رفعنا الوعود منين الناس بالجنه ووعدناهم كانوا جنه في الارض. صارت 2011 جات النهضة وصار اللي صار عرفت ثلاثة سنين الناس عاشت عيشة تعيسة. 2014 الخطاب اللي كان موجود اللي هو لهنا نرجع كونه أمتي ديمقراطية سيبرية توافق لأنه الشعب اختار النداء واختار النهضة مش هذا من أجل النهضة تحكم هذا من أجل النداء ما اختاركمش مش تتحالفوا دونك ما عبرتوش على إرادة النخب دونك هذا هو الخيانة في الديمقراطية انك تلزم تعبر على إرادة النخب هذا نسكر القوس. في 2014 الخطاب ايش كان؟ نحن باش عندنا أربع حكومات وكفاءات ونحن 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 ونحن. في السنوات هذه اللي صار ايش صار؟ صار كونه بلاد بركت بسبب صراعات سياسيه مش حتى سياسيه عركه ما بين في حزب على ولد الرئيس يبقى ولا يمشي هز جرتنا البلاد عركه في النهضه كذا عركه في كذا معناها المعارك السياسيه والسياسويه اللي تخلقت هذاك اللي يغذي هذاك اللي يغذي الشعبويه ويغذي حاله الغش ولدت نوع من النقمه عند الناس مش حتى غش نقمه نوع من العقاب مش عرفت التصويت العقابي نتاع صوت للنداء ضد النهضة لا التصويت العقابي للمنظومة كاملة يرحم ويديك المنظومة كاملة هذه جابت لي. شوف انت الخطاب في الشارع صوتكم الكل مش ضد هذاك ولا ضد هذاك شوف الخطاب في الشارع شوف الخطاب في كي تركب في المترو ولا تسمع ناس ولا تحكي بالحتى تسمع كونه انتوما يعني حتى كي تم التوجه تولى الاعلامي ولا السياسي ولا غيره انتوما ايش نحن شكون انتم اللي هلكتوا البلاد انا ساعات تقول احكيوا لي حكايه بكم ما عملتوش كذا ايش بكم ما عملتوش كذا نقول راني مانيش وزير ما نجم نعمل حتى شيء معناها هذا دونك لم تلم الكل معناها العمليه اللمان هو توفي عن للاسف انه شكون مسؤول على الوضع اللي نحن كارثه اللي فيه مسؤوليه الطبقه السياسيه. الطبقه السياسيه هذه عن طريق شنو منقلت الصراعات عن طريق الاعلام دونك تم مزج عند الطبقات الشعبيه هذاك علاش تشوف الخطاب الشعبي يستهدف الاعلام كما ترامب عرفت تذكروا مليح في الحمله نتاعو عرفت ولا حتى بريكزيت بريكزيت حتى على الاعلامي حتى في دار اما الحركتين اللي هي الحركه الاساسيه اللي ظهرت ونضجت واعطت قيمه لدور وسائل التواصل الاجتماعي هي بريكزيت وكونها حركه احتجاجيه نخرج من بريطانيا وخاطر بريطانيا نخرج من اوروبا سامحني خاطر الاتحاد الاوروبي دمر بريطانيا من بعد حتى عرفت اللي وفات ما كانش زاد قائم على حزب ولا حركه كانت مجموعه من نواب مفرتين كل من الاحزاب تلموا وهربت بيهم بعد الحكاية. هربت بيهم بالقدير هربت بيهم عشان هربت فما نائبة قتلت قبل التصويت بنهارين ثلاثة على خاطر تلموا تم تغذية الكرة نجيل الذي اللي ربح الحزب التاوي خلقه عنده أربع شهر جاب 32% في المية في التصويت معنا انجلترا مليانة في كلية الحقوق مديزنا في يمسيك النارف هو اللي تم قرر 19 انجلترا يحكموا فيها سيستم بي بارتيزون زوز حزب برك هربت الحزب ياخذ بلاصة الاخر مش ديما بزوز حزب العموم حافظين كانت ضد السيستم فرق النظام السياسي الانجليزي لانه كان ضد السيستم السيستم ماكرون في الاخر زاد النوع من الشعبويه شعبويه كيف كان لانه ضد السيستم قال هو قال كان تحب وما انا شعبوي ليبرالي قال قال بون لي بلا بوبوليست جو سي ان بوبوليست ليبرال دونك اللي انا نكون قدم روحي بديل الشعب هذه الطرق مش شعبوي هو الطرق دونك يعني في الطرق نحكي في تونس ظهرت الطرق اعطتنا ثلاثه حركات اساسيه اعطتنا عبير موسي وأنها كانت في حركة سياسية تتبنى لكن عندها طرق شعبوية وخطاب شعبوي خطاب قائم على نحن وهم الهم بالنسبة لهم النخبة تكون جزء منها لكن النخبة اللي تعتبر كون وجود الإسلاميين مقبول دونك هي جزء من النخبة الفاسدة اللي يلزم إقصائها بما فيها الطبقة السياسية المتحالفة مع النهضة وهذوما الكل النخبة متاعها ونحن اللي هما عرفتها توانسة البرجيبيين الأقحاح اللي عرفتها الراسبير متاع برجيبة اللي نحن ما تصورها كيفاش ولأنه ساعات مش إثني فقط ساعات يكون حول فكرة ونوع معتقد
ما تفهموش. دونك هذا عندك عبير نوع من الشعبويه، وحتى الخطاب دونك نتفق مع استاذ حمادي، لكن في الاشكال اللي بدا يظهر في تونس او حتى الشان المونديال، كونه حتى الحركات الشعبويه اللي تتبنى نوع من البرامج الصغيره او الخطوط العريضه بتاع الاقلام، صحيح مش برامج تفصيليه وواقعيه، برامج عرفتها كما تقول تونس مش تولي جنب او عيش ريتها البرامج هذيك من غير تفصيل، من غير ما تكون واقعيه، لانه برامج الاحزاب تقوم على انه حتى الفينانسمون محسوب، قدفش تكلف لي قدفش نعمل لي، هذيك تحكي على ساحه بقى سياسيه محترمه. بربي هنا كان تسمح لي نحل قوس صغير. سي حمادي قال حكينا فيه بكري موضوع عيش تونسي الى اخره، عيش تونسي باش عملوا السواديزون برنامج هذاك ولا وثيقه، هما شنو عملوا؟ عملوا دي سونداج بالتليفون، قالوا للناس انتم شنو تحبوا حسب رايكم، شنو الاجراءات اللي لازم نعملوها باش تتصلح البلاد، ولموا هاك الاجراءات اللي عطاوها لهم العباد فوكس بوبولي معناها كونكريتمون فهمني، وحطوها في ورقه وقالوا هذه وثيقه الى اخره. هي نوع من الشعبوية مش فوالا، هذاك شو حبيت نقول يعني سليم. عندهم شبه برنامج، لكن البرنامج هذا بيدو مش كاينه من الاعجاز في الشعبويه. اذا كنت توصلوا هكا ما عاد حتى اكسيون بوليتيك على كل اون بو با كون نو با نو با كاليفي دو شعب شعبويه. انا يقول لي ما عادش ممكن في تونس، ما نقولكش الطريقه ما حكيش عملت هكا ولا عملت، تحكي مبدا ريغور سيانتيفيك. ريغور سيانتيفيك خلينا، راه ما دام ما فماش يمين ويسار، وما فماش ليبرالي واشتراكي، وما فماش وقتها تقول تبدا الشعبويه فهمت. اما ما دام فما برامج وفما توجهات كبرى وفما بيبليك معناها محدد سيبلي، مش نتكلم في العموم للشعب التونسي ولا الامه العربيه، يعني تبدا فما ديباليز فما اما كي تبدا فما ديباليز مثلا. واذا انسان يجي يقول لك انا عندي كفاءات او عندي وحده وعامل برنامج اقتصادي ونقدم لك كميات اخصائي في الاقتصاد كما عملنا دا تونس في 2014 ولا كما تو عاملين الاحزاب السياسيه، مش تقولوا انت شعبوي؟ مش شعبوي استاذ حمادي، نحكي على الشعبي سامحني فتحيه، من دا تونس مش حركه شعبويه ولا تحت تونس حركه شعبويه. التشبيه هو كونه تعتمد على ادوات والاساليب نتاع الخطاب ومفردات الخطاب الشعبي، لانه الشعبويه الحركه الشعبويه ما عندهاش تعريف واحد، تستعمل الشعبويه من تعريف، فما شعبويه يمينيه فما شعبويه يساريه فما حتى في معنى الشعبويه راي من اليمين لليسار تلم. شوف انت حرفتها بالمواقف، كان تسمح يختم حسين باش نتعدى انا مش نخدم بيه سيدي. وصلت كونه في تونس ما عندناش حركات كما يقول الاستاذ حمادي شعبويه بمنطق شعبوي، لكن عندنا تستخدم في الاساليب. عيش تونسي حركه شعبويه، حتى برنامجها عن طريق شعبويه، البرنامج تقول الناس اعمل برنامج وبعد ترشح لك بيه، هذا نوع من الوهم الشعبي كوني منك واليك اعود، لاني انا ولد الشعب، انا من الشعب، انا ننبع منه. حركات شعبويه تقدم نفسها، وزير الداخليه الايطالي شارل كونه كان حارس في بوتين. دونك الفكره كونه من الشعب والى الشعب ضد النخبه اللي هي تمثل السيستم، نحن الشعب مش نحكم في رواحنا برواحنا، لكن عن طريق نخبه جديده نحن نختارها. دونك هذه الميكانيكيه اللي يخدموا بها. شوف معناها نسمع فيكم من قبيله عاش التحليل على الوضع في تونس، معناها عنده برشا حاجات اخرين ماهيش كان الشعبويه اليوم. معناها لازمنا نحكيو على لي موفمون سوسيو، ولي موفمون سوسيو عندهم اهميتهم، واذا كان ماكرون عمل واحد خاطر بدات تتحول زاد الاحزاب، ولينا ماشيين فيغ البارتي موفمون. خاطر مثلا كي نرجع يعني اون سوسيولوجي نلقى كان ثلاثه انواع، حزب معناها بارتي دو ماس وبارتي ديليكسيون، واللي يعني نحط فيه مثلا نداء نعتبر بارتي ديليكسيون، وحتى تحيه تونس نعتبر بارتي ديليكسيون، واللي في الاخر بعد يتفرقوا بعد الانتخابات يتعاملوا للانتخابات، فما بارتي تاع النخبه هذو تقليديين شنو موجودين. لكن اليوم فما تنظيرات اخرى حتى من تاع دي سوسيولوج يحكيوا على بارتي موفمون، البارتي اللي معناها ينجم يتحول الحركه الجماهيريه الى غير ذلك، ويستوعب الناس وضد معناها المركزيه الديمقراطيه وفاغ معناها دوطخ اوتي، واللي هي تغيرات بتاتر معناها بعد تظهر الشكل نتاعو بالمليح. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، انا يعني بالنسبه لي نقول انه في تونس ما فماش تيار سياسي شعبوي، ما فماش اون طونك كورون بوليتيك ماهوش موجود، اللي كلكم متفقين فيها النقطه. لكن هي. لكن بدينا نشوفوا نشأة انت حركات شعبويه موجود، لا حركات شعبويه. وهوني بالنسبه لي نحط حركه معناها ولا هذه الموفونس نتاع عيش تونسي حركه شعبويه،
مشيت اني قلت لك قبيله في التفسير انه تقرب من الشعب تمشي للشعب وهاتوا تو احنا نتبني لكم معناها مشيت في في, في البروسيس هذاك وماشي واحد ما تعترفش بروحها ان طونك معناها حركه شعبويه لكن لي براتيك نتاعها الكل فيغ التوندونس هذيك نزيد نشوف حتى ميم لي موفمون سوسيو اللي موجودين في تونس وسورتو عند لي جون وكي نمشي شويه في شيرتك الفوروم سوسيال واحد نلقى الانتي سيستم موجود معناها سورتو عند لي جون رد اتاك وغيره معناها انتي سيستم معناها كاريمون معناها فما المظاهر بالنسبه لي نتاع الشعبويه كان معناها توجه ولا اون توندونس معناها بوليتيك موجود نجي بعد هذا المستوى المستوى الثاني هو الخطاب الخطاب الشعبوي اللي معناها الخطاب اللي يوصل معناها فيه لبناليزاسيون اللي يوصل فيه الوهم اللي يلعب على واحد اللي هو خطاب تعبوي خطاب باش يجيب الناس نرجع هوني الأسباب اللي تحكيوا فيها الكل مسؤول عليها الناس الكل واني بالنسبة لي نحمل المسؤولية الأولى ساعة اندبندامون من الطبقة السياسية للإعلام خاطر اليوم بالنسبة لي نعتبر أنه الإعلام في تونس عنده ديفايونس علاش نقول الإعلام مع احترامي معك موجودين معناها إعلاميين هو عنده برشة ديفايونس مش واحدة بارك الإعلام اليوم اتجه هو بيدو فيغ معناها الباز وفيغ معناها يلقاش عركة ويحطها وتجي معناها الناس الكل نسمعوا كيف العركات وفي درشنوة ولا فما شيطنا والظواهر التافة في البرامج الثقافية وغيره 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 أما خلينا في السياسي معناها تجيك تعمل لك باز وكالعركة هذيك تتنقلها وسائل الإعلام الكليكة وتولي هي محور الكون وما عادش وما فماش خطاب معناها غاسيونيت الوغ سي بور سولا نقول اني اليوم اللي الاعلام اللي هو لوتي معناها كي نرجع لابرمانس هو معناها هو اللي نجم يخلق راي عام ما فماش اليوم راي عام ما نحكيش على فما راي عام اليوم اليوم فما توجيه فما اون مانيبيلاسيون فيغ معناها لا بوبيلاسيون والناس معناها هاك لي في دي فيغ هذوكم تحكي فيها جمعه وتحكي فيها واحد وهذاك هو اللي موجود معناها ما فماش دابا حقيقي الاعلام اليوم ما فماش ساعات ما فماش الفيك نيوز ما فماش انفورماسيون وما فماش دابا حقيقي معناها في لي بلاتو دو تيليفزيون هاني متسيسه اني واحده من الناس ما عادش نتفرج في التلفزه ما عادش نتفرج في لي ديبا بوليتيك نشوف ديبا بوليتيك ندور فماش انا ماشي نمشي معناها ما نتفرجش معناها مقاطع عندي درقة دقيق اكثر من عام على خاطر على خاطر سي تري سامبل سي تري سامبل على خاطر بالنسبه ليا في لي ديبا فما اون فيولونس بوليتيك قاعده تجيني لداري اني قاعده في داري فما اون فيولونس سيمبوليك اي بوليتيك قاعده تجيني اي جو فو بيان معناها مي بارني نحاول اني نحمي روحي خاطر اني الفيولونس قاعده نعيش فيها كل يوم في الشارع وفي اللي تحب انت سورتو ان طونك فام وتعرفوا معناها نساء يتعرضوا للعنف برتو معناها بالكلام وباللي تحبوا انتم واللي حاجات هذيك الكوليكا اوغوزمون عملنا قانون في الموضوع هذا ونزيد معناها باش نروح لداري نرتاح نجي نلقى دبا درش ساعات كلام ما عنده لا راس اساس شعبويين ضد الميديا هذا راه توا انت حمادي تقول الواحد شعبي انا نقول لك الحركه القوميه الحركه القوميه القوميين العرب ولا الوحدويين سورتو الوحدويين العرب اونتي سيستم اونتي مؤسسات وكان عندي حوار مع واحد من رموزهم مع في قناه معناها اخرى جست بعد 2014 قلت له ما نختيش ولا تؤمنوا بالمؤسسات تيطوا قبل حتى النقابات ما تدخلوهاش خلي عملنا مراجعات مازالك عملنا مراجعات ما كانوش يؤمنوا اصلا انهم يدخلوا للنقابات يؤمنوا كان بالفكر كما يسموه الثوري والانقلابات واحد معناها والحركه وتشوف انت ترجع للسودان معناها خاطر زادت غاضيه حركه دينيه وحركه قوميه وهذاك علاش نهار ما تلقاش معناها تغيير سياسي واحد كلها تاريخ نتاع انقلابات الوغ معناها لونتي سيستيم ولونتي مؤسسات والمؤسسات الوسيطه وجو سي با ما يعترفوش به نرجع انه اللي صاير في تونس اليوم يعني سنرجع لبرشا حاجات ضعف الثقافة السياسية والمدنية من قبل 14 قديش من عام استبداد لا أحزاب نجمة تطورت لا أحزاب نجمة تخرج من الأربع حيوت اللي هي فيها الأحزاب المعظمة كانت محاصرة الاساسوسياسيون المعظمة كانت محاصرة إنهم با ديفلوبي معناها اون كولتور معناها بوليتيك وجيتي سيغ أنه هذاك هو هذه نتيجة المحصلة هذه مازال نعيشوا فيها ومازال يحب لها معناها وقت قيد. وقت باش معناها تتكون واحد وزيد أو ميم طون للأسف الشديد الأحداث الأحزاب ما وصلتش زادة باش تبارس بالنسبة لي ما يعبر عليه جرامشي وعندي شوية المرجعية تاع جرامشي الهيمنة الثقافية ما فماش تمشي للحزب تقول أعطيني تلقاش برنامج ثقافي عنده ما عندوش في ذهنه أنه هو يزمي مارس الهيمنة الثقافية باش يعطي معناها بديل ثقافي للمجتمع ويغيره ونجمه نوصله للعقل التواصل اللي يحكي عليه أبرماس ولا غيره ما عندناش للأسف الشديد معناها اليوم متأكدة أنه بارشة من المثقفين واني واحدة ما منهم أنتر جيمين إذا كان نسمي روحي مثقف ويمكن حتى محمدي كيفي وغيري وبرشة نعيش في غربة إني
معناه نحس في حاله نتاع اغتراب. انت قبيله وقت تحكي في الدبي قلت كرهت كل شيء ولا ما عادش تحب كيفك ما عاد عندي في حد شيء معناها قبل ما تبدا ديريكت فوالا قبل ما تبدا ديريكت قلتها اني نفس الانتباع فوالا نفس معناها الانتباع ونفس رغم اني مازلت فاعله مازال عندي شويه معناها كيفاش نقول عندي شويه معناها تفاؤل خاطر نقول كمان واحد اذا كان مازال كتفيديه ويخلي هكاك اوموا كي واحد يغير 1% ولا 0% في العقليات وفي الذهنيات وفي التصورات وفي كل شيء سي ديجا كلك شوز. معناها اليوم فما معركه ثقافيه زي ما عمل في البلاد هذه باش نجموا ننهضوا باش نجموا نبنيوا الديمقراطيه. انا الديمقراطيه تحكيوا عليه بالفكر الابوي بالتسلط باللي براتيك اللي عندنا بالسوسياليزاسيون اللي عندنا معناها قداش من عام اللي هي سلطه معناها التيتور اللي عندنا واللي واحد يبدا يمشي حتى كي يمشي الحزب يبدا يمشي الاولاني يبدا يتبع فيه كي درشوا يعني في مره من المرات وما نحبش نذكر معناها الزعيم السياسي شفته في سلافينيو وشفت العباد تجري وراه والله العلي العظيم وقفت مش ما نعرفش معناها الانديناسيون اللي حسيت بها معناها سي با سا معناها سي با سا ورغم انه شو معناها العباد تجري وراه باش تحكي معاه لا لا تجري وراه اون ديري هو ربي والعباد وراه تجري وكا هو تبع فيه وفما هذا وفما التنظير لهذا وهذاك علاش بدات تظهر الانشقاقات في برشا معناها احزاب وبدات تتفلق هذه اسمها البارتيسيباسيون واسم انه نشاركوا انه معناها لو بروسيسوس دو بريز دو ديسيزيون واحد كتتعمل دي زيتود سوسيولوجيك ولا دي زيتود في سيونس بو تاو يخرج ما يخرج معناها فما ان ديفايونس ريال فما عقليه عندنا مازال عند عقليه الزعيم اليوم اللي تحكي عليه انت على عبير موسي فما الفكر الهووي ولا شيء لا تونيزيانيتي اللي انا دافع عليها باش يردوها هويه مسكره معناها مش منفتحه بورقيبه ما نعرف شنو معناها لو ريكور واحنا رانا احنا نمثلوا المشروع لا يا سيدي المشروع التونسي والوطني لا تمثلوا لا عبير ولا غيره مثلوا التواسل الكل بكل طياراته مش زاده بالاسلوب هذاك بالاسلوب نتاع التقوقع بالاسلوب الهووي. وانا قلت لك قبيله وقت نحكي في اول مداخله قلت لك انه في الشعبويه فما هالانغلاق هذا الهووي اللي معناها عمل كتل والكتل هذيك هو جماعيه وهو فرديه وبدات وهذيك هي كيفاش تبدا التوندونس معناها نتاع الشعبويه عباد تنغلق على رويحها وهما عندهم الحقيقه وما عادهم هما لا توجد حقيقه اخرى نلقاوها سورتو في معناها الانساق الفكريه المغلقه الفكر الديني الفكر القومي الشوفيني جون سي با معناها وحتى الفكر بيدو الماركسي الايديولوجي بيد وقت اللي يوصلوا للقداسه وقداسه جون سي با وقداسه من عرشو حتى زاد فما تطرف من جهه اخرى معناها فما تطرف في شيرتي نوصلوا للانكماش هذايا ونوصلوا لهالتقوقه ونوصلوا لهالبناليزاسيون وعندنا 20,000 مثل في البرلمان من يسارها الى يمينها الى وسطها كي تسمع الديسكور وتحب تعمل اناليز دو كونتوني مش تلقى الشعبويه معناها بكل اصنافها وبكل معناها وبكل معناها اشكالها يمكن نوصل لمرحله ما بعد شعبويه سي صاحبي ماذا بيا نتعداو ديريكتومون معناها نقدموا تفهمنا شنو هي الشعبويه كيفاش تتمظهر في تونس الى اخره. السؤال الاخير هي اوكي شعبويه لكن شنو هو العيب في الشعبويه؟ ما خاطر نحبه ولا نكرهه بالفعل فما ازمه اجتماعيه اقتصاديه سياسيه بالفعل انه خب السياسيه والاعلاميه وغيرها معناها ما كانتش في المستوى وانه خب الجماعيه يعني كيلكو بار في شنو غالطين جماعه الشعبويه ومعناها علاش نحكيوا علاش برشا ناس اليوم تحكي على الشعبويه كانها خطر على البلاد جوست دو بتيت زانيكدوت برابور اللي تقال بور كونتينيو سور لا لانسي نتاع الكريتيك نتاع الاعلام جوست باش نزيد حويجه صغيره ما بين البحر الجلاصي وسي احمد ابراهيم الله يرحمه الله يرحمه شكون تعدى اكثر في التلفزه البحر الجلاصي البوز اي مي فنط دونك كرسل الكونكون ناخذ في الميديا راه ساعات نحن نواجه المشكله الكبيره تتمثل في الطبقه السياسيه نفسها سيد احمد الله يرحمه ولا حتى نقولها ونجيب الشعبي حي تطلب وانت تحاول وراه تقعد شهر تجري باش يحكي معك انترفيو ساعات يرفزك يجي نمشي نافل الورتاني نافل الورتاني يهز البحر جلاس يعدي ام تغدوا كي يطلبنا احمد الشابي سميتنا احمد نجيب الشابي كمثال يمشي له الاشكال انه ساعات كنا نطرحوا نذي قالها لي استاذ في معهد الصحافه يذكر بالخير كانوا ساعات الميديا مش هي اللي تحكم في كل شيء الناس تحكم في الميديا وقت الان سمحني بارونتيز مثلا قلت البارح بركه في ديبا على صوره المراه في الاعلام قلت لهم راني واحد من الناس في المرات القليله اللي نخدم فيها برنامج باش نساهم في اختيار الضيوف
نعمل المستحيل باش نجيب امراه وسي با ايفيدون مش سهله. مثلا في المره هذه ما عندكمش فكره قداش عملت تليفونات حاولت ناخذ بوليتولوج امراه ولا معناها حتى صحفيه كلمت ما نجمتش تجي والا سوسيولوج خدمت على موضوع الشعبويه. راهي ماهيش سهله الحكايه. وحتى الاحزاب بيدهم تقول لهم نحب المراه الفلانيه ولا المراه الفلانيه يقول لك لا ويبعث لك راجل. دونك على كل البز مع ذلك البز موجود. لا مش موجود هي البز موجود وتوجه يعني مسؤوليه على البز اني ضد البز اساسات الحزب لكن المسؤوليه راه مش فما البز وفما تحكي لكم راه معناها فما تفاهمين فما 7000 خور في الاعلام داير الديبال اللي فات على الاعلام كان تشوفوه تو شيخو. اما راه ساعات زاد البلاد والمجتمع هي اللي تخلي الاعلام جوست يوريك التصويره اللي نتاع البلاد جوست بارونتيز. الانكدوت الثانيه بربر اللي قالته الاستاذه عيش تونسي ما يقولوش احنا شعبويين انا بارتي يقول انا بارتي ما تتمشى نتاعهم شعبوي انا بارتي تحصروا 6:30 نتاع الصباح في مطار هكا تخن قوي يقول لك هي انا شعبوي وتعرض لي في الدوره حاشاك التمشي نتاعو شعبي حتى كي ما يقولش هو على روحه هاي شنو يعمل اليوم في العالم صارت حاجه جديده الفعل السياسي فما حاجه جاتنا من السماء طياره على الاخر مبهره على الاخر طياره دون لو سونس باهيه لا خايبه ياسر اسمها كامبريدج اناليتيكا الله اي اللي من بعد طاحت وطلعت في بلاصتها اجريجيت اي كيو اللي خدمت البريكسيت شنو هي هذيا نخدم على داتا بيز على الكوليكت دي دوني وسلون لي دوني اللي ناخذهم نبني الخطاب السياسي متاعي. ما عادش انا نجي نقول راهو الافضل رجعنا للفوكس بوبولي معناها ما عادش الافضل هو المشروع اللي نحمله الافضل المشروع اللي انتم تحبوا عليه. دونك كونغرو نرجعوا لحكايه اغنيه لكل مستمع يعني هذوما شركات نتاع بيج داتا يزاناليز لي دوني على لي ريزو سوسيو يشوفوا العباد وين ماشيه ويسربوا لهم البرودوي اللي هما يحبوا عليه. ابسوليومون المشكل انه غادي التوجه اكثر وقت اللي يكون البوبوليزم سافون بوبوليزم كول بلان خلينا نسميوه هكا اذا كان جوز التسميه ويا الميتريز لي تكنيك مودرن نتاع التاثير على الراي العام يولي اخطر دوبل ويعرف روحه يخدم بالشعبويه. انا نعتقد اللي الحركه الفاشيه في ايطاليا باحتقاري ليها معناها ما كانتش واعيه انها تعمل في الشعبويه كانت واعيه ولا النازيه كانت واعيه انها هي نازيه معناها خاطر النازيه تشكلت اساسا في كرهنا لها تشكلت بعد ما فات الحرب. لو كان ربحت المانيا الحرب راهي النازيه حركه سياسيه كيف الاخرين تكرهت بعد ما خسرت. اما وقت اللي يكون البوبوليست فاهم الطرح وكل بلان واللي يختير يسر ولازمنا نردوا بالنا من باش نرجع لمساله هل انه علاش اختير صاحبي هذا هو اللي جاي سامحوني فما برشا توانسة يسمعوا فينا يقول لك يا اخي ديجا ما يفهمش النيونس بين حاجه شعبيه وحاجه شعبويه ديجا يقول لك يا اخي علاش شبيهم هذوما كل ما يقول لك هاو ما الشعب المزيف انه خب اللي قاعدين يشوهوا في السيد هذاك على خاطر هو قريب من الشعب وخاطر يحس بالشعب دوتون بلوس اللي فما اسبي نتاع انتي انتلكتواليزم في وسط الشعبويه كبير كبير على الاخر سي لا باز حمادي رديسي كاتب برشا كتب خايب ثقافوت كتب برشا كتب مثقف اي ويكتب بلغات صعيبه معناها ساعات مثقف تولي سبا وي خلي هذايا انا نحب نبدا من تنقول علاش خطير اما باش نبدا بالمقلوب ما يسالش ابدا منين رايحك فكره احنا وهما مركزيه في الفعل السياسي حسب ريان والسياسه ما تنجمش تكون كونسيلياتريس ما تنجم تكون كان قائمه على لوبوزيسيون اما لوبوزيسيون مش القائمه على اني وقت اللي نربحك نقضي عليك اليوم فما دي توندونس جدد في العالم تمثلهم اساسا الفيلسوف شانتال موف اللي يدعيو للراديكاليزاسيون دو لا ديموكراسي. شنو هي الراديكاليزاسيون؟ خلينا نلخصها بحاجه سهله اني نزيد نحط جوانب اكثر اجتماعيه في وسط السياسه في وسط الفعل السياسي في وسط الريسبوبليكا اصلا في وسط العيش المشترك. علاش باش نمنع روحي باش نمنع روحي من شنيه اللي هي موف شعبويه لهنا اللي جاي انه نفرق ما بين شعبويه اليمين وشعبويه اليسار. اوكي فرق ما بين اللي لوريزون تاعو لومانيتي وفرق ما بين اللي لوريزون تاعو لا كزينوفوبي. سامحني جون لوك ميلانشون وانا نكره جون لوك ميلانشون سي با دو تو لا ميم شوز كو مارين لوبين ماهمش كيف فرق ما بين التيارات اللي تدعو بخطاب شعبوي باليات شعبويه وهذاك علاش ما نحبهمش انها تدخل اكثر راديكاليتي في الديمقراطيه واكثر اسبي سوسيال باش تمنع الدوله وباش تمنع لو فيفرون كومان
كل حركات تحب تقضي على هالفيفر ان كومان بالكزينوفوبي بالكره بالاسلاموفوبي بالانتيسيميتيزم بالحاجات كلها هذه. من هنا باش نجي شنو هي الخطر على الديمقراطيه. شفت قلت لك انه المشكله هي لو فيفر ان كومان. هي الديمقراطيه شنو هي؟ ما يشكل من اشكال تنظيم السلطات داخل الدوله هكا بدون مانيير تري سامير. اي وقت اللي انا نبني الفعل السياسي متاعي على ضرب المنظومه وضرب المنظومه هذه نتاع لا سيركولاسيون هذيك نتاع شامبيتر لا سيركولاسيون دي زيليت سيفيل على السلطه كي باش نتداول على السلطه مفادير باش نتفاهموا ندوروا مره انا ومره نتداول مره عندك كي نضرب الفعل هذايا كي نضرب الطريقه هذه نتاع حل الخلافات خاطر هي في الاخر شنو هي فما خلاف ما بيناتنا انت ما تحب توباك انا نكره توباك اي باش نضربك باش نحلوا الخلاف ما بيناتنا صار شكون مع توباك شكون ضد توباك هكا والناس اللي ما تحبش توباك ماهيش باش تموت هذه الديمقراطيه في الاخر اليوم اذا كان انا نولي انتي المنظومه هذه فانا باش نبدع طريقه جديده نتاع تنظيم الخلافات اللي هي ما تنجم تكون قائمه كان على حاجه برك اما انا او نكسرك اما انا او الاخر نلغيك الالغاء الالغاء وهذا هو الخطر حسب رايي انا في مساله الشعبويه سي حمادي مش موافق برشا مش موافق برشا الفرق بين الشعبويه القديمه والجديده هي ان الشعبويه الجديده هي شعبه انتخابويه معناها ابيات سبعه انتخابويه يفك هو الانتخابات وحده معناها وقت اللي يفك الانتخابات وحده ليكور انترميديير ومفاصل الدوله والاعلام والصحافه والجهاز العداله والمؤسسات الوسطيه والميديا الكل يتهمش وكل يحكم فيهم انت تعرف اللي في اوربان ما في عند اوربان في ما فما حتى جريده وحتى حد ضده فما جريده بركه والنجم نواصلوا كيما هكا هكا شكل اخر من اشكال تركيا والله فكيت مفهوم يجيبش يقول لك اردوغان بنزين سو هذو ما سكون ابل كومبيتيتيف يخسر يبطل الانتخابات كومبيتيتيف الكتورال يخسر يعاود الانتخابات كومبيتيتيف الكتورال اوتوريتاريانيزم معناها هما ديمقراطيات هي تسلطيه ديكتاتوريه ديمقراطيه ديكتاتوريه, ديكتاتورية. الانتخابات ماهيش مزيفه راهو نحيهم بالكم نحكيو عليها عامية ولا لكن يصوت الانسان او المجموعه اللي الدوله الكل في يدها التعدديه السياسيه تقضي عليها والحقوق الفردية اللي هي أساس علاش الديمقراطية يحبوها الناس خاطر كل إنسان فيها الناس أحرار ولا والأفراد ما عندهمش حتى خوف من أنه يقع إيقافهم ولا قمعهم النظم هذه الجديدة اللي تساعدها ما تلغيش الديمقراطية صحيح. ما تلغيش الديمقراطية التمثيلية بالطبع مش ما تلغيش الانتخابية تمثيلية الديمقراطية الانتخابية تمثيلية هما ضدها الديمقراطية الانتخابية يقبلوها لكن هما يحطوا نظام انتخابوي وبالانتخابات يحكموا طريقة تسلطية يسكروا كل شيء ضد التعددية الفكرية ضد التعددية السياسية ضد الحقوق وبالتالي احنا نجم نقولوا بير كن ديكتاتور تنجم تقول الديكتاتورية مفضوحة منعرفوها عيني عينك توا ماشيلو في تونس توا خويا انت تنجمش تقول الأوربان اللي وقع انتخابه ب 72% ما مثلش الشعب المجري ولا اردوغان ولا اردوغان ترامب ولا ولا ترامب ولا ترامب تقول خاطر كلك بوا لكن هذوما اغلبية ساحقة في ايطاليا انت تصور بيرلوسكوني قد قداش حكم 15 سنة ولا 20 عمره في 19% السيدة دايا بجسمه ضرب 30% معناها عنده غزعة تسلطية مغلفة مغلفة بالديمقراطية الديمقراطية بليبيسيتير وشرع وشرعية بسميه مش استفتائية استفتائية لشخصه على شخصه مش على أفكار هذا الخطر بالنسبة للأحزاب والتيارات الجديدة هذه مش لأنهم هم احنا يسار وهم يمين ولا احنا معناها ليبراليين وهما مش صحيح هما بدهم نجم يكونوا ليبراليين اكثر من الرأسماليين اكثر من الرأسماليين ونجم يكونوا اشتراكويين معناها شعبويين على مستوى الامتيازات الشعبيه اكثر من الاخرين لكن هذا هو الاساس
باه جوست سمح لي باش نزيد حاجه على اللي قاله سي حمادي. راهو مشكله الخطر على الحريات. باش انا وقتي باش نكون شعب باش نبني صوره للشعب. صوره يونيفورم يلزم الناس الكل كيفها. كنا يلزمنا نلبسوا كيف كيف، يلزمنا نتصرفوا كيف كيف. انت ما تتكيفش. احنا بدينا نقربوا شويه من الفاشيه الشعبويه الاثنيه اثنيه اثنيه. انت من بعد توصل لها ولا ما توصلهاش سلون الواحد الباريكاد اللي باش تلقاهم قدامها باش يمنعوها توصل ولا ما توصلش. تقصد الباريكاد باريكاد مقاومه شعبيه. يلزمها مقاومه شعبيه احيانا نتاع بالحجر و 168. لا انا اللي نقصد انه المثال نتاع الشعب. انا وقتي باش نبني التصور نتاع الشعب اللي بعيد على لونتيتي امبيريك اللي اسمها لا بوبولاسيون، باش نبني لو بوبل لو فري بوبل، راهو يلزم يكون يحب السي او تي ويتكيف الماركه الفلانيه نتاع الدخان، ويلزم في رمضان يلزم ال11 نتاع الليل يهبط للقهوه ويروح يلزم يونيفورم. الخروج على كل الموديل هذاك معناها انت ماكش كيفنا، ما دامك ماكش كيفنا ما تستحقش تعيش معنا. التونسي بالحق هو اللي يحب دراشنيه والقهوه العربي والجازيه الهلاليه وذوكم واي خلق ستيريوتيب بعرف في تونس مشكله هذا. في تونس ماشيين في الاتجاه هذا، فما ديونس وفما معناها هذا الخطر اللي بالنسبه لي الاخر وقت بن علي كظاهرين بن علي والعباد ضده ما توا مشكل كبير. الديمقراطي مزيان هكا واحد ومعناها ماشي في الهيجمونية معناها مشكل كبير. اما غزمو في حاجه وانت تتكلم غزمو قلت هكا في راسي غزمو مازال في نظام الانتخاب اللي يحبوا يبدلوه معناها فماش نظام انتخابي اغلبي ولا رانا مشينا بسيطه. حتى حد ينجم ياخذ اغلبيه مطلقه معناها حد ينجم ياخذ اغلبيه مطلقه ويهرب بها ويهرب بها حتى تنضج شويه الامور في البلاد. انا بالنسبه للشعب التونسي هذاك حر كل واحد يصوت كما يحب، هذاك اللي هم يقول لك باهي اللي صوتوا له من كل عدم احترام للناس. مش صحيح الشعب التونسي صوت حسب معناها قناعاته الشخصية وتجربته الشخصية. المسؤولية الكبيرة هي مسؤولة النخب اللي كانت تغير بتاع الأحزاب، النخب الأحزبية واللي كانت غير قادرة وساعات متواطئة مش غايبة برك معناها غير قادرة على الاستجابة لمعناها المطالب بتاع الناس والمنضالة تهولهم وما عندهاش قراءة واقعية ممشى طوان صغير باش نكمل. بعثت لك مرة سي حمادي مقال ارتيكل في نوفيلوبس سونداج عملته إيفوب 42% من الشعب الفرنساوي مع وجود نظام تسلطي الريجيم اوتوريتير بور ريتابلير لا فرانس. حتى في تونس ها الشعب اللي ماهوش متخلف. قداش 42% 42% ها الشعب اللي ماهوش متخلف مساله في نفس السونداج ويظهر لي في اغلبيه بلدان العالم مش تلقى ماهيش بلده معناها تاتر في الاشكاليه ماهيش في الشعب الاشكاليه في النخب كيفاش تتعامل مع الظواهر هذيه. حسين وبربي كان اللي عنده حاجه باش يقولها قبل ما نختموا ونتعداو الاسئله نتاع الجمهور. تحكي البيس كونتينوف ولا غيره فما نوع من الفيلسوف والسوسيولوج حتى غيره اللي يطرحوا في عرفت لازمه الديمقراطيه ولازمه العالم بحد ذاته. دونك وين وصلنا ما بعد بوست مودرن وغيره فما حاجات ظهرت مش في فيسبوك. الفيسبوك من بين الازمات اللي تخلقت حكايات معناها الف الاسئله والاسئله توجدت البحث على الأسئلة هذه معناها وجد أجوبة الأسئلة هذه حتى لو كانت عند البعض رفاهية. هي من بين الشروط أنك أو عمل النخبة اللي حكى لي أستاذ حمادي للمنع. النخبة مش كان النخبة السياسية اللي تقدم الواحد في الانتخابات، هي النخبة الجامعية اللي تقدم معرفة التعليم جيد للناس، هي المعلمين، هي العالميين، هي الناس المثقفين. أنت تحكي على النخبة قضاة غيره أنه يعني فنان مسرحي نجم يغير لك الانتخابات كاملة عرفتها صحيح بكل بساطة. وينك لهنا وين الفعل وين العمل؟ جيت شوف كونه حعمل عملية اليأس. ايه شعب كما يوصف يا بهيم ما يستاهلش عرفت التعبي يا ما عم بليش. دونك لهنا المطلوب كونه العباد تتقدم لانه في الاخر شواء مش شواء كونه عرفت حياة وموت فقط معناها شواء متاعنا والبلاد كاملة ومصيرنا نحن ما عادش مضمون لانه حركة شعبوية مش حركة فقط تنغلق على نفسها وتقوم بإقصاء المختلف عنها، هي حركات تسعى للحروبات أكثر من هكا. يا حركات تسعى للصدامات. يعني كنت تشوف ترامب وسياسه ترامب سياسه حربيه من قائم على الصدامات. تخيل انت حركه شعبيه تشد لك البلاد هذه عرفت اول حاجه باش تعملها شنو هي؟ انه باش تبدا اقصاء المختلفين عليها من التوانسه. باش يكون مزلوب السجن ساعه عرفت التشهير بعد السجن بعد ممكن حتى الاعدام وما بعد. شكون العدو اللي لازم نحاربوه؟ لانه الحركات الشعبويه تحتاج ديما العدو.
العدو من دخلنا في المرحله الاولى من دخلنا الجماهير في المرحله الثانيه من شكون باش يكون العدو ما سيكون وقت بسولي فشيه على بزو معناه العدو الداخلي ونحاربوه دونك هذا حبيت نقول الطابور الخامس انا على حكايه الفري بعد 14 جست كلمه صغيره بعد 14 ظهر انضعف والمسخي مشكله كبيره احنا نضعف بعد 14 اي بعد 14 جافي اللي ساعدوا المسلمين والكفار ساعدوا خلينا المسلمين في المسلمين والكفار هذا قوي انا زاد نضاف ولا مش نضاف والتو مازلت نضاف ولا مش نضاف واللي كمان يخدم في السيستم القديم ماهوش نضيف والى اخره ومعناه مسائل ودخلنا في عمليه الغاء كبيره للاخر وما عادش نخزوا للانسان على شنو عنده كومبيتونس ولا ما عندوش ولا لا ولينا وزيد هذاك خلينا الالغاء نتاع لي كومبيتونس وغيره ما عندناش مشكله خليه هذاك معناه التوندونس اللي بدات لكن او ميم طون اللي كنا نحكيو فيه قبليك اللي هو هذه ضد المثقفين وغيره وغيره ولا مثلا واحد كتب ولا ما كتبش فما عمليه نتاع اون افيرماني نفسرها هكاك معناها بالبسيكولوجي سوسيال اون افيرماسيون دو سوا معناها بشكل مرضي تكسير الغير بشكل مرضي واحد فجاه جاء قدامه صارت معناها بالنسبه لي اللي صار في تونس نقول ديما حركه اجتماعيه احتجاجيه وصلت للي وصلنا للي وصلت قاع روحه قدام تغيير قاع روحه حل يلزم يتموقع باش يتموقع الاخر اكثر منه يلزم معناها يمشي له بالديابوليزاسيون ولا هشم ولا واحد ولا يبدا معناها سوميتي ولا حاجه كيفنا كاين ما عمل لك معك العامله المره الفايته ولا جو سي با ولا وقت بن علي ما ادري شنو ومشينا في هذاك وهذا لحد اللحظه هذه مازال معناها موجود وهذاك اللي زاد ازم معناها الاوضاع لاني ما فماش حتى غاسيونيزاسيون في ما فماش حتى منطق وحتى معناها ماشيين في الانفعال اكثر من ان ماشيين في الحاجه الغاسيونيزاسيون زاد وقت اللي نسمع نقول هكاك يظهر لي زاد فما مشكله نتاع شكون مسخ وشكون نظيف في تونس حتى الفساد ضارب فما مشكله والعباد معناها يبدا سيد عنده ثلاثه اربعه قضايا ويترشح للانتخابات الحاجه اللي حبيت نقولها لك على خاطر دقيقه الحاجه حبيت نقولها انه اش معناها نظيف مش معناها خاطر كلها احكام قيميه معناها نسبيه اعطينيش معناها كي تعطيني مضمون تقول لي هذايا معناها مسخ اونترغومي ما نحبش الكلمه اني لانه فاسد وعمله يا خويا اذا كان بالنسبه ليا فاسد بالحق ومعناها وعنده عنده تعليمي مثال بحكم قضائي بيت انا مش نجي معناها نعمل ستيغماتيزاسيون للناس وهكاكا وناس الكل هيك نظيف ومسخ مش معناها نظيف ومسخ اللي تسميه انت نظيف نجم انا نسميه مسخ والعكس بالعكس خاطر انت والكونتينيو نتاع اللي نحطوه وهذه اللي وهذه اللي صارت وهذه اللي معناها بروباجي وفي وقت من الاوقات فما بوكو دو ديفيكولتي انك تعمل جمله تعمل جمله جمله معناها مفيده تنجم معناها تقولها معناها نعطي هوني مثال صغير في حاجه في حاجه اخرى معناها تعطي لي مثال جوست بعد 14 نذكر عيطت لي التلفزه الوطني والصحفية تحب تزيد أنه بالنسبة لها هي ثورة وجا وانا بنفسر بالنسبة لي بنفسر لليوم الغدوة كل اللي صار في تونس معناها حركة اجتماعية احتجاجية سميهم لي موفمون سوسيو طوبيون كما نظر لهم على طول نحكي تقول لي مدام معناها كيفاش أنت تلغي الثورة قولها حركة اجتماعية تنجم تعمل معناها تغيير وتجمع معناها كم كوا تزيد راهو بالنسبة لي هي مع الثورة واني نعرف هي شنو معناها كي تقبل مي معناها حبيت نفسر لك كيفاش منطق المزايده منطق لا 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 مازال موجود منطق المزايده ومنطق الواحد ولا انت تقول تحب تفسر بطريقه معينه ونحكيو على تحقيق برشا يظهر لي لا لا حتى مازلت كنت مازلت تقول تقول لك انت ضد الثوره وانت يا خويا راه فما اناليز هذاك علاش فما برشا ما حبش تكتب من الاول تقول خلينا نكتب من بعد خليت حتى تنضج حتى تتوضح حتى بدات الناس هاني توا تعمل معناها تعدل وتشوف خاطر اللي صار في تونس معناها سي اناليزي سي اناليزي ا كومبروندر معناها باش نفهموا داك كنت باش تقول حاجه سي حمادي ما عندك مضيف نحب نزيد حاجه لا كريتيك دو بوبوليزم والخطر نتاع البوبوليزم ما يلزمش زاد ينسينا في حاجه راهو اليوم وقت اللي ننقد السيستم مانيش بوبوليست اليوم اون تاكس اي واحد ينقد السيستم دو بوبوليست نحكي مع شخص ما يهمناش فيه شكون قال لي الكاس دو كومبونساسيون فيها مشكله اي فيها مشكله اش نعملوا اون دو تو ريفيزي اوكي قلت له علاش ما نعملوش انا الناس اللي ما يستحقوش الدعم نعملوا لهم تاكس زايد ولا امبو زايد ما نعرفش اوبيراسيون ماتيماتيك طالب بريمير اني ايكونومي نجم يعملها سي كوا سو بوبوليزم اي ابور اي سولي لابيل ستيغماتيزون معناها بوان دو ريبتور
اي خاطر باش نقص لهم الفلوس وانت كي حكيت الحكايه هذيا معناها دونك لازم يلقى لك كيفاش اي سوليوشن تجي من برا السيستيم اللي تاكسي دو بوبوليزم. الكلمه تلمون ماهيش تلمون انستابل والكونسيبت تلمون فاغ اللي اي حاجه نجم ندخلوها فيه. لا كريتيك دو سيستيم مونديال دو سيستيم ايكونوميك تونيزيان دو سيستيم بوليتيك تونيزيان راهي ماهيش بالضروره بوبوليزم. راهو اليوم بور ديباسي لي كريز هذوما اون دو كومونسي بار ان دياغنوستيك والدياغنوستيك ما ينجم يصير كان بالكريتيك. دونك ردوا بالنا برشا فما معايير علميه باش نقيسوا بها البوبوليزم تقدمت ما ردوهاش اتيكيت سهله ما ردوهاش اتيكيت سهله لسقها في اللي يجي شكون متعدي في الشارع انت تحب الكلوب انا مكانش غير بوبوليست ولا العكس بالعكس. هذا اللي نحب ننبه منه واختير على الخط التصنيف كونه مختلف علي انت شعبي وانا مختلف عليك شعبي. دونك كما صار تحكي عليه مدام فتحيه كونه تزايد على الثوره تاو تقلبت انت مع الثوره دونك انا ضدها خاطر الثوره باب هذاك اللي يصير معناها تكيات الحاضر باش لاصقوهم باش نصنفوا الكلمه خاطر كسبت الثوره ومجد الثوره النظام القديم واللازلم دونك كانت سب لانه حاجه سيئه دونك تاو حصل على بن علي حصل بن علي ثوره خايبه شعبويه تاو خاطر مرفوضه والناس خاطر ممكن رفضتها مش فهمتها نوع من السب دونك مرفوضه. اما غد وقت تصبح شعبويه حاجه هاك مستلطفه محليه الناس كل تيجي تقول كان شعبو انا شعب معناها اللي هو كان يكثر انا ناكد لك انه كان يكثر الحديث على الشعبويه باش يبداو يشدوا صف كلهم يقولوا اي نعم انا شعبوي وانا الشعب وانا هو هذا اللي يصير دونك هذا اللي اشكال ناكد لك خاطر جوستومون باش يلعبوا على عدم معرفه اغلبيه الناس بمفهوم الاشكال مش الناس باش تعرف اللغه نعم شدين الصف بيه ويزقزقوا كلهم على الشعبويه يبداو. شكرا على حضوركم كان هذا عدد رمضاني من حوار المقهى السياسي في الصندي اللي تنظمه الفونداسيون فريدري شيبرت بالتعاون مع المسرح الوطني حسين وصاحبي زيوم التشويش. شكرا لكم على حضوركم. حكينا على الشعبويه اليوم التيار اللي ماشي ويربح في التيران في العالم وتوا وصل لتونس. نحب نشكر الناس اللي حضرت معنا. ميرسي سي حماد الرديسي بوليتولوج يعطيك الصحه على حضورك. مدام فتحيه السعيدي سوسيولوج كيف كيف. سي صاحبي خلفي واستاذ جامعي وبوليتولوج مرحبا. وحسين العيادي صحفي في جريده المغرب شكرا لكم. شكرا للجمهور اللي حضر معنا. نتقابلوا كالعاده اخر نهار اربعه في الشهر الجاي. تصبحوا على خير.